السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة الثالثة لتصحيح نموذج موحد إقليمي مادة الرياضيات دورة يونيو، الحصة الأخيرة التي هي أنشطة القياس. نبدأ بسم الله. السؤال الثامن، أقرأ نص المسألة التالية وأجيب عن السؤال مع كتابات العمليات اللازمة التي قمت بها للحصول على الجواب الصحيح في ورقة التحليل التي سنقوم بإيجازها هنا. الآن، اشترت سيدة زربية منزلية طولها 5.8 أمتار وعرضها 3.4 أمتار بثمن 75 درهما للمتر المربع الواحد. السؤال، ما هو المبلغ الذي دفعته هذه السيدة لشراء الزربية؟ ولكننا لا نعلم ما هي مساحة الزربية، علما أن المتر المربع الواحد يساوي 75 درهما. إذن أول شيء سنقوم به قبل إجابة عن السؤال هو البحث عن مساحة الزربية بالمتر المربع. S يساوي، بما أن الزربية على شكل مستطيل، إذن نضرب الطول في العرض الذي هو الطول 5.8 أمتار مضروبة في 3.4 أمتار. سنكون قمنا بضرب 5.8 مضروبة في 3.4 أمتار، أعطينا 16.32 مترا مربعا. هذه هي المساحة، مساحة الزربية. بما أن حصلنا على مساحة الزربية، الآن نستطيع أن نجيب عن السؤال المطروح، هو ما هو المبلغ الذي دفعته هذه السيدة لشراء الزربية؟ إذن المبلغ الذي دفعته السيدة لشراء الزربية بالدرهم، سنضرب المساحة التي هي 16.32 مضروبة في الثمن للمتر المربع الذي الواحد الذي هو 75 درهما، وسنحصل على الثمن الإجمالي الذي هو 1224 درهما. هذا هو الثمن شراء الزربية. ننتقل الآن إلى السؤال التاسع، يخص بالذكر التحويلات. قم بتحويل كل القياسات التالية إلى وحدة قياس: 7.25 هكتومتر، 7.25، 7.25 هكتومتر. أضع الوحدات ديال الهكتومتر في وحدات الهكتومتر، وخمسة التي وحدات أضعها في وحدات الديكامتر، وخمسة وخمسون ديكامتر. خمسة، نقوم بمجموع خمسة، سبعة، 12. إذن قيمة، إذن هذه الوحدة التي قمنا بقياس بتحويلها إلى المتر ستعطينا 1200. إذن 1275 مترا. ننتقل الآن إلى وحدة قياس الكتل. جوج اثنان أضعها في وحدة الطن، اثنان أضعها في وحدة الطن. هنا أضع 52 هنا، أن 45 قنطارا، خمسة أضعها في وحدات القنطار، خمسة أضعها في وحدات القنطار، وأربعة وصفر. إذن صفر خمسة. ننتقل الآن إلى قياس 75 كيلوغرام، خمسة أضعها في وحدة الكيلوغرام، خمسة أضعها في وحدة الكيلوغرام، 75. بعد عندما سنقوم بعملية المجموع، 10 8 10 7. إذن حصلنا على 7080. إذن هذه الكتلة كلها عندما قمنا بتحويلها إلى كيلوغرام تعطينا 7080
كيلوغرام. ننتقل الآن إلى واحد قياس المساحة. نعلم أن واحد الهكت واحد الآر كيساوي 100 متر مربع، واحد سنتيار يساوي 1 متر مربع، واحد هكتار يساوي 10,000 متر مربع. إذا 15 سنتيار هي 15 متر مربع، أضعها في المتر مربع هنا 15 متر مربع. 305 ديسيمتر مربع، أخذ العشرات والوحدات أضعها في ديسيمتر مربع، أضع الوحدات والعشرات في الديسيمتر مربع، وثلاثة في وحدات المتر مربع. 25 آر هي تساوي 25 ديكامتر مربع، 25 ديكامتر مربع. أنا أقوم بالتحويل، أولا سأقوم بعملية الجمع، 5 0 8 1 5 2، أقوم بتحويلها إلى المتر مربع، أقوم بتحويلها إلى المتر مربع، ستعطيني 2518، 2518.05، إذا 2518.05. ننتقل لآخر وحدة التحويلات، قياس الحجم والسعة. نعلم أن واحد اللتر، نعلم أن واحد اللتر يساوي واحد الديسيمتر مكعب. إذا نعود إلى سؤال التحويلات، 15 ديسيمتر مكعب، 15 ديسيمتر مكعب، 8.5 هكتوليت، 8 جزء صحيح أضعه في الهكتوليت، وحدة هكتوليت، 8 هكتوليترات و 5 في الديكالتر. 300 سنتيلات، 0 وحدات ديال 300 أضعه في السنتيلات، أضعه في السنتيلات، هنا 0 0 3. أنا أقوم بعملية الجمع، 0 0 8 6 8. مطلوب مني أن أقوم بتحويلها إلى اللتر أو ديسيمتر مكعب، إذا هنا أحصل على 868 لتر، 868 لتر، 868 لتر. آخر سؤال، سؤال العاشر، أقرأ نص المسألة التالية وأجب عن السؤال مع كتابة العمليات اللازمة التي قمت بها للحصول على الجواب الصحيح في ورقة التحليل التي سنكتبها هنا. لدينا مسبح على شكل متوازي مستطيلات، الأبعاد له 3 أبعاد، الطول 14 والعرض طول التي نرمز إليه إن مينسكول وعرضه إن مينسكول وعمقه لاوتور الارتفاع. تم ملء ثلثي اللتاني 2 على 3 ثلثي هذا المسبح بالماء، كم تبلغ كمية الماء باللتر أو بالديسيمتر مكعب؟ أول شيء سنقوم به هو نبحث عن حجم هذا المسبح، حجم هذا المسبح بالمتر مكعب، بالمتر مكعب. إذا نعلم أن الإيجادي حجم أي مجسم مساحة القاعدة التي هي على شكل مستطيل مضروبة في الارتفاع. إذا طوله هو 14 مترا، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه هو 5 أمتار. إذا 14 مضروبة في 6 تساوي 84 مضروبة في 5 تعطينا 420 متر مكعب. ونعلم أن هذا الحجم سنقوم بتحويله إلى اللتر أي الديسيمتر مكعب، سنقوم بتحويله إلى الديسيمتر مكعب. سنضيف ثلاث أصفار حسب القاعدة. إذن 420 متر مكعب، 420 هي 420 متر مكعب، لتحويلها إلى الديسيمتر مكعب سنضيف ثلاث أصفار، 1 2 3.
ونعلم أن السؤال المطروح أن هذا المسبح ملئ إلى ثلثي حجمه، ملئ إلى ثلثي حجمه. إذن ماذا سنقوم بإنجازه؟ سنأخذ كم حجم هذا المسبح، نقوم بحجم هذا المسبح ونضربه في 2 ونقسمه على 3. إذن سنحصل على 1 2 3 قسمة 840 240 ألفا تقسيم 3، سنحصل على في النهاية على 280 ألفا ديسيمتر مكعب، أي 280 لترا. وبهذا سنكون قد أنجزنا آخر حصة لتصحيح موحد نموذج مدرسة الرياضيات دورة اليوم، أنجزت قياس بالتوفيق.